الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. الصابرين على ما نالهم من البلاء والابتلاء في سبيل الملك الأعلى جل وعلا. أما بعد، أيها الأحبة، فإنه ليشرفني أن أرفع أجمل وأعطر التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا بقية الله في أرضه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ذكرى ميلاد جده المصطفى صلى الله عليه وآله وخير البشر ومنقذ الأمة، وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. كما ويشرفني أن أبارك للمراجع العظام من السادة والأعلام وإلى كافة الشيعة بهذه المناسبة العطرة. كان بودي أن أتحدث في ثلاثة محاور، إلا أن السيد حفظه الله ووفقه افتتح الموضوع والحفل بمحبة النبي محمد. فأرى من الجميل جدا أن أطرح هذا التساؤل، وهو ما هو المطلوب منا لنعيش حبا حقيقيا وصادقا للنبي صلى الله عليه وآله؟ ما هو المطلوب منا لنعيش حبا حقيقيا وصادقا للنبي صلى الله عليه وآله ولحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام؟ أيها الأحبة، إن الحب الحقيقي يتطلب الانسجام الكامل مع المحبوب. الحب الحقيقي يتطلب الانسجام الكامل مع المحبوب، يعني أنه يتطلب محاكاة المحبوب في فعله وقوله وحركته وسكونه، يتطلب الاستكانة لأمر المحبوب ومجانبة ما يكره. لهذا مما نسب لإمامنا الإمام الباقر عليه السلام، إنه قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب شنو؟ مطيع. فإذا نحن صدق، نحن فعلا نحب النبي صلى الله عليه وآله، نحب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، إذن لابد من محاكاة هذا المحبوب في فعله وحركاته وسكوناته.
لابد وأن نكون ممتثلين لأوامرهم. إذن المحب الحقيقي لنبينا محمد. إن المحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله هو من يحبه ويبغض يحبه ويحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وآله. إن المحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله أن يبغض ما يبغضه النبي صلى الله عليه وآله. فلنقف وقفة تأمل في حبنا للنبي محمد. إن الرسول صلى الله عليه وآله قدم عطاء غير محدود لهذا الدين. إن الرسول صلى الله عليه وآله قدم عطاء غير محدود لهذا الدين. فهل أنت مستعد لأن تقدم مثل هذا العطاء؟ لما أن نتصور أن البعض يطرح عليه: تعال مجرد أنت في مشروع تعليم ديني، تعال أنت في مؤسسة الإمام الحسين سلام الله عليه، نحتاج إلى خدماتك، نحتاج إلى أفكارك، نحتاج إلى نشاطك. يعتذر ويقول: أنا محب للنبي صلى الله عليه وآله. إذا حتى على هذا المستوى أنك ما تعطي ساعة واحدة من في الأسبوع، ساعة واحدة في اليوم لدينك، ماذا يعني هذا؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله سعى للم الشمل وتوحيد الصف، فهل أنت تسعى للم الشمل وتوحيد الصف؟ أم أنت من الذين يحبون أن تشيع الفرقة والتمزق بين صفوف المؤمنين؟ فلنقف وقفة التأمل مع أنفسنا. إن الرسول صلى الله عليه وآله يبغض الكلمة التي تزرع الفتنة، يبغض الكلمة التي تزرع الفرق بين المؤمنين. فهل أنت تبغض هذه الكلمة أيضا أم لا؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله لا يرضى لنفسه ولا لعياله تناول المشبوه فضلا عن الحرام. فهل أنت تنأى أيها المؤمن بنفسك وأهلك عن الحرام والمشبوه؟ ما تلاحظون البعض أنه يختلق لنفسه مبررات ويحول الأمر الحرام إلى مباح؟ التلفزيون شغال، اجي اللقطات، المشبوهة الغير مشروعة، ماذا يكون موقفه؟ اجي الموسيقى، يقول لا 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 هي ما تطرب. اجي الأغاني، يقول لا هذه عادي عادي، هذه بوش علي منهم، دنبهم عليهم. عجيب. أذكر قبل فترة كنت في عيادة لأحد المؤمنين في قرية معينة بعيدة عن هذه المنطقة، رجل مؤمن، وإذا أسمع الصوت بشكل مزعج
حجي هذا مو كنا صوت أغاني، هذا صوت مو كنا صوت أغاني. ضحك قال لا هذا اللي صوت التلفزيون. عجيب، يعني الأغاني اللي في التلفزيون صارت شنو؟ حلال ومباح. شوفوا شلونها. فالرسول صلى الله عليه وآله لا يرضى بالمشبوه، لا لنفسه لا لعياله، ونحن نقول بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الرسول كان إذا دخل وقت الصلاة، إن الرسول إذا دخل وقت الصلاة كأنه لا يعرف أهلا ولا حميما، فلا ينشغل بشيء عن إقامة الصلاة. فهل أنت تصنع كما يصنع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا شيء عملي الآن، واقعنا. خلوا كل واحد ويا نفسه، لو موجود عمل دنيوي بسيط، افرض مباراة ومتعارضة ويا الصلاة، وش يقدم؟ المفروض احسنت يا ولدي، المفروض الصلاة. لكن اذا في واحد ما يقدم الصلاة، يقدم المباراة ويتأخر على الصلاة، هذا وش تسمونه اولاد؟ هذا مستخف بصلاته. هذا تقولون إلى لازم انتون يا أولاد وش تقولون له؟ تقولون له إن في جهنم واد فيه حيات، كل حية ثخن رقبة البعير. شايفين الجمل شنو رقبته، ايش كبرها، شو تسوي هذه؟ تلسع تارك الصلاة، الحية بهالحجم تلسع تارك الصلاة، فيغلي سمها في بدنه حتى يتهرى لحمه. لازم انتم ما تأخرون صلواتكم، ها بابا هاي فرصة حصلنا لكم تحكوا وياكم شوي. انزين، على كل حال، ان الرسول صلى الله عليه وآله كان اذا دخل وقت الصلاة لا يهمه شيء. بينما تلاحظ البعض، يعني الان قبل بس اشهر بسيطة لما صار نهاية كأس العالم، في أي وقت؟ وقت الصلاة، ها؟ بين الصلاتين، كم واحد في المسجد في صلاة الجماعة؟ وين راحوا؟ تجينا اتصالات عجيبة أيها الأحبة، اتصالات غريبة. شو يقول هذا المؤمن؟ يقول والله أنا صراحة أنا صليت لما صارت الصلاة، صليت لأن في فسحة شوية بين الشوطين. زين، وش كنت كان حضورك ويا الصلاة؟ قال صراحة أنا أبغى النتيجة. زين، وانت تصلي؟ قال والله تبغى الصراحة، أنا نظرة على التربة الحسينية ونظرة الثانية على شاشة التلفاز، وما أدري صليت ركعتين أربع عشر، ما أدري، بس خلص أنا صليت. هذا شو تسمونه؟ هذا عنده، هذا يقول أنا محب لرسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أنت فعلا محب لرسول الله يكون هذا سلوكك أحسن. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتظر وقت الصلاة ويشتد شوقه ويترقب دخول الوقت، ويقول لبلال مؤذنه أرحنا يا بلال، وكان يقول لأبي ذر إن الله تعالى جعل قرة عيني الصلاة، فهل أنت كذلك؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب الدعاء، كان دائم الانشداد إلى الله تعالى بالضراعة والدعاء والذكر وتلاوة القرآن، فهل أنت كذلك؟ خل كل واحد الآن يفكر مع نفسه، أنا في الشهر كم أقرأ من القرآن؟
كم جزء؟ ممكن ناس في شهر رمضان يقرؤون القرآن، لكن في غيره كم يقرؤون؟ ممكن يقول والله عندنا قرائين واجد، لكن المشكلة وين محطوطة؟ في الرفوف. هذا شنو؟ وش نعبر عن هذا الموقف؟ وش نعبر عن علاقتنا مع القرآن، علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرسول كان يحب تلاوة القرآن، يحب الذكر. فإذا قلنا أن الإنسان المحب لابد أن يكون محاكي لمحبوبه، فهل نحن نحاكي الرسول صلى الله عليه وآله أم لا؟ ممكن أهل المرخ صدق أنهم وش اسمه يهتمون واجد بالقرآن، أما في ناس واجد ما يهتمون. فأقول إن شاء الله يكون من هذه الانطلاقة من ذكر النبي محمد. إن شاء الله من هذا الذكر، من هذه الليلة، يكون عندنا انفتاح أكثر فأكثر على قراءة القرآن. أيضا إن الرسول، خلونا نشوف صفات الرسول صلى الله عليه وآله وكيف نحاول أن نطبق هذه الصفات في علاقاتنا مع أنفسنا، علاقاتنا مع خالقنا، علاقاتنا مع مجتمعنا. إن الرسول صلى الله عليه وآله يتواضع للفقراء فيجالس الفقراء ويواكل المساكين ويناولهم بيده، كان أبا وحصنا لهم وكهفا وملاذا، وجدوا من البر من النبي صلى الله عليه وآله ما لا يوصف. وكان يوصي المسلمين بالبر والإحسان لهم، فهل أنت تتواضع للفقراء أم أن لا تتواضع؟ إذا واحد تاجر، إذا واحد شوية عنده منصب اجتماعي، منصب سياسي، منصب اقتصادي، عنده فعلا أموال تشوفه ما يدخل الحسينية، حياك أبو فلان، حياك أبو فلان. ويجي الفقير شو يسوي؟ ما يبغي حتى يقعد صوبه. هذا حال إنسان محب لرسول الله. إن الرسول صلى الله عليه وآله يحب الفقير، حتى كان من حبه لهم أنه يدعو الله تعالى أن يحشره في زمرة الفقراء. فقد روى أبو سعيد، اسمعوا هذه الرواية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كان واحد يقول: أوه، ما دعيت علينا لا نصير شذي، ما تبغانا ندعو له بهالدعاء؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل أنت تحب الفقراء كما هو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن الرسول صلى الله عليه وآله كان لا يأنف من مساعدة زوجاته فيما يتعلق بالشؤون الخاصة به أو ما يتعلق بهن. يقول صلى الله عليه وآله: خدمتك زوجتك صدقة. فهل أنت كذلك؟ وش فيكم؟ لك الواحد قام يطالع الثاني، ها؟ ما رضيتون؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله يبين أهمية خدمة الزوجة، وهكذا كان. فإذا أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وآله لابد وأن تكون ولابد وأن تخدم زوجتك كما كان النبي صلى الله عليه وآله.
إن الرسول صلى الله عليه وآله يراعي زوجاته بالرفق والحب، ولم يؤذي أحدا واحدا منهن أبدا. إن الرسول صلى الله عليه وآله يراعي زوجاته بالرفق والحب ولم يؤذي واحدة منهن أبدا. وكان يرضي عواطفهن. فهل أيضا، حتى أنه في رواية أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة بينة أو مبينة بهذا المعنى، فهل أنت كذلك تصنع مع رسول الله، تصنع كما يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله، أم أنه داخل ذيك المسكينة زاجرنها وطالع مأدينها؟ شنو هذا؟ ويقول أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وآله. إن الرسول صلى الله عليه وآله يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو لتفعيله، حتى قال لتأمرن بالمعروف، يعني وهكذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله، ووارد عن أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا بأن نأمر بالمعروف، وكذلك أمير المؤمنين يقول لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فهل فعلت أنت أيضا بالأمر بالمعروف؟ فعلت هذا الأمر، هاي الفريضة والنهي عن المنكر؟ فلنقف وقفة تأمل، فلنقف وقفة تأمل مع هذه الفريضة التي أوصى بها الرسول محمد. ألا تلاحظون أيها الأحبة كيف انحسار عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ويتجلى هذا، ويمكن ملاحظة هذا الانحسار بشكل واضح في كثير من أعمالنا اليوم. اجي تلاحظ ضعف الإقبال على صلوات الجماعة، غياب الإحياء الصحيح الفاعل للمناسبات الإسلامية في الكثير من المناطق، والاكتفاء فقط بالأمور بالمهرجاني، الاكتفاء بالإحياء المهرجاني الشكلي. يعني تلاحظ كثير من احتفالاتنا أكثر شيء بأنها مهرجانات شكلية، بل لا يخلو بعضها من إشكالات شرعية وأخلاقية. ونقول نحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمكن ملاحظة ذلك بشكل واضح، بل أن هناك بعض المناسبات قد لا تحيا، سواء كانت أفراح أهل البيت أو كانت شنو أحزانهم، أو إذا أحييت تشوف الإحياء ضعيف جدا جدا، تشوف غريب جدا. وفاة الإمام الصادق رئيس المذهب، تعال شوف الموكب ماله كم نفر. لما اجي ايضا مو بس هذا الحضور في الحسينية كم، ولهذا بعضهم يقول لا هاي وفاة صغيرة. والله غريب جدا ان يوجد بين صفوفنا من يقول هذه العبائر بين صفوف المؤمنين. على كل حال، هناك حالة من التفرج على صور المنكر التي تمارس بشكل علني كاللباس غير المحتشم. تطلع هاي البنت بهذا اللباس المخصر الضيق الذي يبرز مفاتنها إلى الجامعات وإلى المجمعات، قد يقول البعض وما هو دورنا؟ شنو انت قاعد تكلم نسوان؟ احنا ما عندنا نساء هني يستمعونك، عندنا رجال. وهذا الموضوع، اقول له اخي انت اب، انت زوج، انت رب اسرة، وين تكليفك؟ شلون تسمح؟
إن شاء الله كلكم ما تحتاجون إلى مثل هذا، لكن أنتم رسل للآخرين، فعلينا أن نتنبه كثيرا. يبدو لي أني أنا عطلت، فما أريد أصدع رأسكم كثير، أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل النبي صلى الله عليه وآله وحفيده شفعاء لنا يوم الفزع الأكبر. وأقول قولي هذا، وغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.